تحديث سامسونج اندرويد 14 وصل لكل هواتف الاندرويد، ودلوقتي احنا داخلين في 2024 في شهر 2، وفي بعض الناس لسه ما وصلهاش تحديث سامسونج اندرويد 14. فتحديث واجهه السامسونج الواني واي 6 هي من الواجهات اللي بتقدم مميزات جديده من ضمنها الذكاء الاصطناعي. الفيديو ده هقول لك على القائمه المفروض تتحدث في شهر 2 الى شهر 4، وهقول لك كمان على الهواتف اللي بالفعل وصل لها التحديث وتعمل ايه لو الجهاز لسه ما وصلهوش التحديث بشكل رسمي. قبل ما نبدا في الفيديو ما تنساش انك تدعم الفيديو ده باللايك والاشتراك بالقناه عشان نوصل 100,000 مشترك. ده في شهر فبراير بشكل رسمي، وبعد كده هقول لك على بقيه الاجهزه. اول حاجه عندنا التليفون الجلاكسي الاي 04 والاي 04 اي والاي 04 اس والجلاكسي الاي 5 اس هيوصل له التحديث في شهر ابريل. وبعد كده ننتقل على اجهزه الشعب وهي اجهزه الاي 72 والاي 52. دول الاجهزه اللي الناس بتشتكي منها ان التحديثات لسه ما وصلتش، وفي بعض الاجهزه وصلت لها التحديثات بالفعل، وفي بعض الاجهزه لسه ما وصلتلهاش خالص التحديث. الاجهزه دي المتوقع وصول ليها التحديث في شهر اصلا 12 2023، ولكن دلوقتي احنا في شهر 2 وفي بعض الاجهزه لسه ما وصلهاش التحديث. فانا حليت معاك المشكله دي انك تحدث الجهاز عن طريق الكمبيوتر، وده سهل جدا يعني انك تحدثه بدون ما تروح لمحل الصيانه ولا اي حاجه. انا شرحت شرح كامل موجود الفيديو ده على اليوتيوب. اقول لك بقى على الاجهزه الكومبليت والاجهزه دي المفروض وصل لها التحديث وتحدثت وكل حاجه تمام. عندنا اول حاجه جلاكسي الاي 14 وجلاكسي الاي 23 وجلاكسي الاي 24 والاي 33 والاي 34 والاي 52 اس والاي 53 54 والاي 73 والام 33 والام 34. دول الاجهزه اللي في الفئه المتوسطه اللي تم تحديثها بالفعل، يعني خلاص كده وصل لها التحديث ودلوقتي بتستقبل التحديثات الاصلاحيه او التحديثات الامنيه ايا كان اللي بيوصل لها كل شهر او اثنين. ولو لسه ما وصلكش التحديث لحد دلوقتي فحاول تعمل تشيك ابديت بشكل يدوي عن طريق انك تدخل على الاعدادات وبعد كده تنزل معايا الى تحديثات البرامج او تحديث الجهاز ايا كان اللغه، وبعد كده بتدوس عليها بشكل يدوي. تدخل بقى على الهواتف الفئه الرائده وهي الفئه الاس 21 الترا والاس 21 والاس 21 بلس والاس 22 الترا والاس 22 والاس 22 بلس 23 الترا والاس 23 والاس 23 بلس. لو انت جهازك فيهم سناب دراجون ولكن هو بينزل بالنسخه العالميه جلوبال زي نسخه الاكزينوس، فلو انت وصلكش التحديث فحدث بالطريقه اللي انا شرحتها على اليوتيوب، هسيب لك رابطها في الديسكربشن او في التعليقات. وننتقل بقى على اجهزه الزي فليب زي الفليب 3 وزي فولد 3 وزي فليب 4 وزي فولد 4 وزي فليب 5 وزي فولد 5. دول الاجهزه اللي وصلها التحديث بشكل رسمي خلاص كومبليتد. وبعد كده ننتقل على اجهزه التاب زي التاب الاس 6 لايت الاس 8 الترا الاس 8 الاس 8 بلس الاس 9 الترا الاس 9 بلس. دول الاجهزه اللي بالفعل تم تحديثها بشكل رسمي، يعني انا اعتقد مفيش جهاز احنا كده هرب منينا او فوتنا بالمعنى الحرفي يعني، غير الاجهزه اللي هي مش بتدعم التحديث. في اجهزه لو انا ما ذكرتهاش فهي مش هتدعم التحديث يعني بشكل رسمي خلاص، يعني ما تحلمش زي ما بيقولوا كده، لان خلاص التحديث ده واقف عليه ومش هيدعم التحديث غير لو انت حدثته بشكل غير رسمي. وكده يا شباب نكون وصلنا لهذا الفيديو. بتتفرج على الفيديو لغايه دلوقتي فما تنساش انك تكون متشترك في القناه ومفعل زر الجرس عشان بننزل التحديثات دي اول باول، واشوفك فيديو جديد.